مرحبا حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهل وبسيطة لرمضان. ان شاء الله كل رمضان وانتو وعيالكم سالمين والام العربية يا رب. عنا هيدا الحلو بدي اعمله بمكونات متوفرة بالبيت فقط، بكل بيت موجود المكونات اللي عملت فيه هيدا الحلو. حلو كتير طيب ولذيذ ورائع، وعن جد ان شاء الله بنال اعجابكم. هيدا الشكل شايفين؟ روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط كوبين حليب، حطينا كوبين حليب، ملعقتين طعام سكر، ملعقة اثنين، ملعقتين طعام نشا، ملعقة اثنين. حابكم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. قبل الغليان بضيف فانيلا، حطيت حوالي ملعقة صغيرة فانيلا. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل هلأ منطفي الغاز. حط الخليط بالكاسات. بسم الله. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. بعد ما برد الحلو عنا بحرارة الغرفة هلأ بدنا نعمل الكراميل اللي على الوجه. ملعقة اثنين، حطينا ملعقتين طعام سكر، بنحطهم على الغاز وبنحركهم لياخدوا لون ذهبي. انتبهوا يحرق معكم السكر، نحنا عملنا لون ذهبي يعني لون صفار خفيف بهيدا اللون، شايفين كيف؟ هلا بضيف مي، بحط 5 معالق طعام مي. بسم الله. خفف الغاز. بس دايب السكر هلأ منكفي، بضيف مي ونشا. عنا هوني نص كوب مي صغير، هيدا الكوب بيطلعوا حوالي 3 معالق طعام مي. ضيف ملعقة نشا، ملعقة صغيرة نشا، بنخلطهم مع بعض. وبحطهم فوق الخليط. هذه الطريقة بنعملها بسرعة قد ما فينا عشان ما يحرق السكر. إنه أنا عاملة كمية كتير صغيرة. بحطهم فوق الخليط، بحرك تحريك مستمر ليشتد عنا الخليط. ملاحظة، إذا بدكم ما بتلحقوا بسرعة تعملوا هيدي الطريقة، تحطوا المي والنشا، بتشيلوا هيدا الخليط الكراميل اللي على الغاز، بتشيلوه بتحطوه على جنب
بتخلطوا النشا مع المي، بترجعوا بتحطوا الكراميل على الغاز ودغري بتحطوا النشا والمي فوقهم وبتحركوا تحريك مستمر مثل ما انا عم حرك. بعدنا هلا عم نشتغل على درجة حرارة خفيفة، بعدنا مخفف الغاز. هذا الخليط اللي طلع عندي شايفين، انا عملت كمية كتير صغيرة، اللي بده اكتر بدوبل الكمية. طفينا الغاز، هلا بنحطهم على الحلو. عملت الحلو انا وياكم بمكونات متوفرة بكل بيت، يعني حلو كتير كتير سهل وبسيطة لرمضان. بعد ما حطينا الكراميل على الحلو هلا بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هذه الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة، بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.